بسيطة. احنا دلوقتي احنا متعودين ان احنا بنرسم بالفيتشر، وفي بعض الناس بيبقى تخيله في الفيتشر اعلى بكتير من الشيت ميتال، او بيبقى في بعض الناس رسم الجسم كله على بعضه فيتشر ويقسمه بادز وما كانش هينتجه شيت ميتال مثلا، كان هينتجه مثلا سي ان سي وبعد كده غير كلامه وقال لك هينتجه شيت ميتال. ايا يكن فكل ده ملحوقه ان انت تقدر تكونفيرت الفيتشر لشيت ميتال. ازاي؟ هتيجي تلاحظ ان انت عندك في هنا حاجه اسمها كونفيرت تو شيت ميتال، وده اختراع في الحقيقه، لان في بعض الاشكال الصعبه اللي محتاجه شويه تريكات هتضطر ترسمها ايه؟ ترسمها الاول فيتشر او ترسمها سيرفس وبعد كده تحولها شيت ميتال، زي افراد الكوع مثلا، وافراد الكوع ده هبقى نتكلم فيه برده قدام. فكونفيرت شيت ميتال لو انا جيت اخترت ده، اول حاجه هيسالها لك الفيكسد انتيتي. بصوا يا جماعه ايه الفيكسد ده؟ برده لازم أن تبقى انت فاهم السوليد بيتكلم بانهي لغه. الفيكسد ده السطح اللي هيفرد من خلاله. فمعنى صح لو انت اخترت السطح ده مثلا او ده، فمعنى كده ان هو هيفرد لك الشكل كله من خلال السطح ده. فطبعا انت عايز تبقى واقف من التوب، فمنطقي اكتر انك تختار السطح ده كالفيكس بحيث ان كل دول هيتفردوا من عليه. بعد كده الايدج، بند ايدج بتاعتك بتحددها، بس قبل ما تحددها لازم تحدد السكنس. هاجي اقول السكنس بتاعي ملي وربع، وهاجي اقول البند ريدجز بتاعتي 2. وانت عايز تخلي السكنس بتاعتك لبره ولا لجوه عن طريق ريفرس سكنس، زي ما انت شايف الخيام عماله تطلع وتخرج جاي. حلو. وكيب بادي هيعمل لك ايه؟ هيفضل محتفظ بالرسمه فيتشر على حسب انت عايز تحتفظ بيها ولا لا. وبعد كده هاجي اقول ان انا عندي الثانيه دي، وعلى حسب ترتيبك هيرتب الافراد. وهاجي اقول له انا عايز دي برده، الايدج ده معايا، وعايز الايدج ده معايا، وعايز الايدج ده معايا. انا كده اللي حاصل كده، اللي حصل الفيكس الفيكسد فيس اللي تحت هيجي من على يمينه بجنب ثانيه، ومن على شماله ثانيه، ومن فوق ومن تحته. طب عايز اكمل بقيه الشكل، ممكن تيجي تاخد الثانيه دي من هنا، ممكن تاخدها من هنا، ممكن تاخدها من هنا، زي ما انت عايز. هفترض ان انت خدت دي من هنا، طب ودي ممكن اخدها من هنا، ممكن اخدها من هنا، ممكن اخدها من هنا، وممكن اجي اخد الثانيه دي من فوق كده مع دي، ونيجي ندوس اوكي. ايه اللي حاصل؟ وايه حكايه؟ لا مش هتفرد، هو حولها لك شيت ميتال اول حاجه، حولها لك الاول شيت ميتال. طب تعالى نيجي نعمل فلاتن كده، وعايزين وعايزكم تحفظوا كويس قوي المنظر اللي هيحصل في الفلاتن ده، المنظر اللي حصل صح؟ تعالوا نيدت في الكونفيرت مثلا، ونعدل في اخر كام تانية. هنيجي ناخد التانية دي مثلا معانا صح؟ وهنيجي ناخد دي من هنا، واخد بالك انت؟ وهنيجي ناخد دي من هنا، واخد بالك؟ وهنيجي ناخد دي من هنا. واجي ادوس اوكي. انا غيرت في ترتيب التاني. شوف هتفرق معاك ازاي في الافراد. تعال شوف فلاتن كده. اولا حصل تداخل هنا بسبب ان انا مش حاسب اصلا اللي انا عملته. يعني شغال هليل. تاني حاجه ان الشكل كله اختلف. واصله؟ فانا اذا عندي اهم حاجه احدد الفيكسد فيس مظبوط، ادخل تخانه مظبوطه، ادخل بند ريدجز مظبوط، واختار الايدج اللي انا عايز احولها لايدج فلانج بالترتيب. ادي حاجه. تاني حاجة عايز اقولها لك ان انت مش مجبر تختار الشكل كله. صح؟ طب لو ما اخترتش الشكل كله ايه اللي هيحصل؟ يعني لو انا اختار مثلا هدلت من هنا لهنا مثلا. وهاجي ادوس اوكي، ايه اللي هيحصل؟ عمل لك على قد ما انت اخترت. فاكرين شل؟ لما كنا بنقول لما بنيجي نفس الكلام. واصله؟